قد تخرج من الثانوية العامة ودخل إلى الكلية، لكنه كان ساهرا كل ليلة على جهاز الكمبيوتر. كانت تلك الليلة على موعد مع فيلم جنسي، دخل سريعا إلى غرفته وأغلق وراءه الباب وهو ماض على شهوته وهو عاص لله. أذن المؤذن لصلاة العشاء والناس في حضور وفي ذهاب إلى المساجد وفي استعداد للصلاة. قال ذلك الجار لي: كنت نازلا من على درج السلم وإذ بي أسمع جارتنا تصرخ وتصيح. كان رائد في غرفته، فجأة دوى صراخ عجيب: الحقيني يا أمي، أدركيني يا أمي. طرقت عليه الأم الباب: افتح يا رائد. لم يفتح رائد الباب. دخل ذلك الرجل وهو يسمع استغاثات هذه المرأة، فقلت لها: هل تأذني أن أكسر الباب؟ قالت: نعم. قال: فدفعته بقدمي ليصطدم برأس رائد الملقى على الأرض. كان جسده عاريا، وكان جهاز الكمبيوتر لا يزال الفيلم يعمل عليه. أغلقت الجهاز وغطأته بملاءة ونزلت إلى الصلاة وأنا أبكي لأن تكون هذه خاتمة شاب من شباب المسلمين. كم من الشباب يسهرون على المحرمات، كم من الشباب يشاهدون هذه الأشياء والمعاصي التي تغضب الله، كم من الشباب لا يستعدون أبدا للحظة وداع الدنيا، كم من الشباب الذين إذا ذكرناهم وقلنا: يا شباب ستموتون، ستغادر الدنيا، يا بنات ستموتون، ستغادر الدنيا، يقولون: الله غفور رحيم، سنتوب قبل أن نموت. لا يا أخي، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يعذب هؤلاء الشباب ويعذب هؤلاء الفتيات إذا ماتوا على معاصي تغضب الله، إذا فارقوا الدنيا على معاصي تغضب الله. يا شباب يا فتيات، على ماذا تريدون أن تموتوا؟ على شهادة وتوحيد أم على معاصي وقيود؟ على قرآن ونور أم على آلام وهموم؟ على دموع توبة في جوف الليل أم على آلام حشرجة الحلقوم؟ بالله عليكم، نحن في رمضان، توبوا الآن، ابكوا الآن، تضرعوا الآن، ما زال في الوقت فسحة. نحن في رمضان، قد يغفر الله الذنوب، قد يستر العيوب، قد يكفر الخطايا، قد يعتق الرقاب، فلما لا نتوب يا شباب؟ لما لا نرجع يا شباب؟ يحدثني أحد الإخوة يقول: